منور انا. ربنا يخليك. الله يخليك. مدام دعاء هتعمل لنا حاجات ان شاء الله يا رب تعجبكم، حاجات فيها بساطه، وعلى قد ما فيها بساطه هي اكيد هيبقى طعمها حلو قوي، لكن عامله حاجات شكلها حلو يعني فيها فكر جديد، وانتوا عارفين ان احنا دايما بنعتمد على الفكر الجديد. انا هسيبك بقى تنطلقي. وانا زي ما قلت لك في البدايه، انا الاسيستنت بتاعك يعني، انا المساعد بتاعك، انت بس قولي لي هات كذا. وانت الاساس يا شيف. ربنا يخليك. اشكرك. ربنا يخليك من ذوقك. هي عامله لنا شربات او سوري عصير. ويلكم درينك. حلوه. ويلكم درينك. ويلكم درينك. حلو قوي. ويلكم درينك يعني عصير الترحيب بالضيف لما يجيني عشان ارحب بحضرتك يعني. الله يخليك في بيتك طبعا. عايزك تقولي بقى المكونات وهنحط ايه ولما نيجي نغرفه، لان انا بقول لها انت هتضربي مثلا الرمان مع العصير بتاع اللي احنا هنعمله، قالت لي لا ده انا هنحط معلقه ونحط شويه ونحط معلقه، يعني حاجه كده فكره جديده. هنعمل حركات. اتفضلي. احنا هنعمل النهارده عصير جوافه وكاكا وبس، هنحط عليهم عسل، لان طبعا العصير ده اقرب للاطفال شويه عشان الشتاء، والجوافه فيها فيتامين سي. عايزين كل الحاجات اللي فيها فوائد للاطفال وللكبار برضو طبعا، عشان نزلات البرد والحاجات دي. جميل. كلها جميل. فهنعمله بقى عندنا رمان، والرمان بقى نحطه يتاكل بالمعلقه كده مع يبقى العصر. رمان وجوافه وكاكا وليمون وعسل ابيض. وعسل ابيض طبعا. طيب انا بس عشان هعرف انا اشتغل مع الحاجات دي عشان فسيبيني انا اتعامل يعني. طب هنحط الايه الكاكا كلها. طيب ادي اول حاجه، وبعدها عصير الليمون، وبعدين العسل. قد ايه بقى؟ حسب يعني، على حسب كل واحد بقى. في ناس بتحب الحاجه مسكره قوي، وفي ناس بتحبها بسيطه. يعني ده يعتبر مشروب للاطفال اكثر. يعني منه مشروب عشان النزلات البرد وعشان الشتاء بقى وكده. والجوافه، الجوافه دي احنا طبعا مقشرينها واخدين اللحم بس. وشايلين البذر. جميل. عشان ما فيش وقت بقى لسه نصفي بقى. اوكي. ميه. برضو على على حسب ما الناس بتحب الكثافه. على حسب ما انت بتحب. ونشغل بدايه. لما حد يشوف كده اللون الاصفر بتاع الكاكا ده هيقول ان في جزر أو ممكن في كمان برتقال وجزر. برضو من الحاجات الحلوه قوي في الشتاء يعني، مفيده يعني. ده انت عارف حضرتك فكره ده ايه؟ الجوافه لوحدها فيها فيتامين سي رهيب اكتر من البرتقال، فحلو قوي في الشتاء ده، وخصوصا زي ما قلت للاطفال هيبقى روعه. واحنا استبدلنا السكر بالعسل عشان العسل الابيض مفيد اكتر يعني. الناس يا ريت نزود ميه ولا كده كويس يعني؟ لا كويس تمام. ممكن نزود شويه ميه صغيرين عشان ما يبقاش سموز. طيب تمام. انت قلت لنا انا هغرف بطريقه مختلفه، عشان كده انا برضو سايب لك الموضوع، اجيب لك بس الكاسات او الكوبايات اللي هنغرف فيها. وانت بقى تغرفي بطريقتك. معلقه اتفضلي. طبعا هنحط الاول كده معلقتين رمان مثلا في كل حاجه. عايز اقول لكم الرمان ده لوحده موضوع تاني خالص يعني. احنا كل الفوائد الجوافه قلنا عليها والعسل والكاكا، لكن الرمان ده موضوع مختلف. عينيا يعني عشان بس ادي اول كوبايه اتطلبت اهي. اتحجز يعني. بسم الله حبيبي ربنا يخليك. شايفين بقى قوامه السمك ده؟ وبرده نحط تاني هنا. حتى برده هنحط على الوش كده عشان يبقى شكل يبقى احنا حطينا الرمان زي ما هو كده حبوب جوه العصير بتاعنا، عشان خاطر يتاكل بالمعلقه كده او يبقى زي ما هو يعني. شويه كده من فوق عشان المنظر يبقى جميل، عشان الفايده تبقى اكتر يعني. الله ينور. تاني هقول لكم قوام العصير ده لانه فعلا عجبني جدا. هو عباره عن كاكا وجوافه وعسل وعصير ليمون ورمان، حبوب يعني حبوب الرمان زي ما هي كده سليمه. حطوها زي ما تحب بصراحة. شكله حلو قوي صح؟